كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل إعادة تدوير لكوباية الزبادي أو علب الزبادي بالشكل ده. هنعمل أكتر من فكرة مع بعض إن شاء الله يعجبوكم. أول حاجة أنا هستخدم هنا كوبايتين من كوبايات الزبادي. هبتدي أشيل الجزء الرفيع اللي بيكون من فوق في العلبة ده، هبتدي أسويهم كده وأخليهم قد بعض. هقلب الكوبايتين يكونوا قصاد بعض وهبتدي أسويهم بالمقص بالطريقة دي كده. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده افكار حلوة جدا من كوبايات الزبادي، والنهاردة ان شاء الله افكار مختلفة شوية. هبتدي اشيل كده الورقة اللي موجودة على كوباية الزبادي بالشكل ده، وهشيل الجزء اللي من تحت ده هشيله من كوباية واحدة بس. هبتدي اتخلص منه بالشكل ده، وهبتدي اعمل شورت كده بالشكل دوت في الكوباية بشكل عشوائي، يعني مش لازم يكون متساوي بالظبط. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو القديم ان شاء الله، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف، عشان اللي حابب يشوف الافكار اللي عملناها قبل كده. دي افكار مختلفة عن اللي عملناها وشكل مختلف برضو. عملنا 3 افكار ان شاء الله يعجبوك باذن الله. بس ما تنسيش تحطي لايك في على الفيديو ان شاء الله لو عجبك. هبتدي الزق كده الجزء دوت في ده. طبعا الشكل اللي احنا عاملينه ده هيدي شكل حلو جدا في الاخر، هنشوف مع بعض ازاي احنا غيرنا من شكلها. هبتدي استخدم هنا ستيكر اللي لازق، اي شكل عندك ممكن تستخدمي ورق فوم، وهبتدي اثبته على العلبة. هبتدي اثبت كده الستيكر على العلبة بالشكل دوت كده. احنا ممكن نستخدم اي حاجة، مش شرط الستيكر، ممكن تستخدمي فوم، ممكن تستخدمي اي قماشة، مفيش مشكلة، بس حاجة تكون شكلها حلو يعني للفكرة ديت، عشان هتبقى يعني شكلها باين. هبتدي كده اشيل الزيادات او هتنيها في العلبة من تحت، تمام. وهبتدي اجيب اي حاجة مدورة، اي طبق عندك مدور، وهجيب كرتونة وهبتدي اقص اكتر من دايرة، ممكن تقصي دايرتين او 3 على حسب ما انت عايزة. هقص واحدة واقص كمان واحدة تانية عليها، ممكن تعمليها بدل ما تبقى مدورة تبقى مربعة زي ما تحبي. هبتدي كده اثبتهم في بعض، هشيل الزيادات منها، وهستخدم برضو اللي هو الستيكر نفس اللون اللي احنا عملناه، وهبتدي اغلف بيه الكرتون. هشيل اي زيادات كده من الستيكر بالشكل ده، التزيين يرجع لك انت زي ما تحبي. وهبتدي احط استرس كده على الحرف، يدي شكل بس معانا ويكسر اللون بتاع الستيكر، تمام. هثبته كده على الحرف بتاع الدايرة كلها. الفكرة سهلة وبسيطة، بس الفكرة كلها في التزيين وإعادة التدوير اللي احنا بنعملها لعلب الزبادي، ان احنا نستغلها ونستفيد منها في البيت. هبتدي كده اثبتها على جنب شوية من الكرتونة، وهزين بقى العلبة نفسها، هزينها برضو بالاسترس من تحت كده. التزيين زي ما اتفقنا يرجع لك انت، ممكن تستخدمي دانتيل لاي شكل عندك مفيش مشكله. هبتدي كده اتني الاجزاء او الشرط اللي انا عملتها في كوبايه الزبادي التانية، وهتنيها كده لجوه وهثبتها بالشمع، هتدي شكل حلو في الاخر يعني معايا. وهستخدم برضو في الجزء اللي انا تنيته دوت، هحط صفين كده من الاسترس على العلبه عشان يداري معايا الاجزاء اللي احنا عاملينها. وهقص برضو من الاسترس ده صفين وصفين معاهم، وهبتدي احط كده على الحرف بتاع العلبة الاجزاء اللي انا تنيتها دي من جوه بس، كفاية يعني مش هزود. برضو زي ما اتفقنا ان الشغل كل ما كان بسيط كل ما كان احلى واشيك كمان. وهستخدمها هنا كمقلمة، ودي كده كانت الفكرة الاولانية. تعالوا مع بعض نشوف الفكرة التانية هتكون ايه. والفكرة التانية هستخدم اكتر من كوباية من كوباية الزبادي او علب الزبادي، وهبتدي اشيل الجزء اللي من فوق او الاطار بتاع العلبة من فوق، وهساوي الجزء ده، واي زيادات من فوق يعني هبتدي استغنى عنها، بس انا عايزة الدوران يبقى زي ما هو. هساويها بالشكل ده وهقص اكتر من واحدة
كده قصيت شوية، يعني قصيت اكتر من علبة، حوالي 9 او 10 كمان. وهبتدي كده اجيب شماعة، اي شماعة عندك، ممكن حديد او بلاستيك هتنفع جدا في الفكرة دي. وهبتدي كده اظبط مقاسات او الشكل بتاع اللي انا عايزة احط بيه الحاجات ديت، وهبتدي الزقهم او اثبتهم بالشمع. هثبتهم بجزء العريض اللي انا سايباه في الاطار بتاع العلبة بتاعة الزبادي، وهبتدي اثبتهم كده على الحديدة بالشكل ده. هثبتهم كويس جدا عشان ما يقعوش مني. لو انتي قلقانه ان هم يعني يقعوا منك او حاجه، ثبتيهم بخيوط او باي دانتيل عندك او اي حاجه يعني تمسك، هتربطيهم، هتربطي كل واحده فيهم في الشماعه وتثبتيها كويس جدا كده، اضمني ان هي مش هتقع لما تيجي تستخدميها. ماشي، هبتدي كده اثبتهم بالشكل ده. وكمان هستخدم بين كل اتنين واحده بالشكل ده كده، هثبتها برده بالشمع زي ما اتفقنا. لو انتي قلقانه ان هي تقع، ممكن تستخدمي اي خيوط تكون متينه وتربطيها كويس جدا في الشماعه من فوق. هستخدم هنا اي شريط من شريط التزيين اللي هو الستان او الدانتيل، اي حاجه استخدميها بس كده، حاجه بسيطه عشان تدي شكل حلو للحاجه اللي احنا عاملينها. وهبتدي كده اثبتها بالشكل ده، وهعمل بس يدوب في يونكتين بس بسيط خالص او ثلاثة، انا هعمل ثلاثة، هثبت كده على الجنبين وفي الجزء اللي من فوق بتاع الشماعة. نقدر نستخدمها كده كشماعة اللي هي بتاعة الطرح، ممكن تستخدميها للاكسسوارات زي ما اتفقنا. لو حاسة ان هي تاخد الحاجة وتقع، ممكن نربط كل جزء كده عاملينه من الدوائر دي، هنربطه كويس جدا في الشماعة، وطبعا هتتعلق في الدولاب، وكده بتوفر معاكي مساحة او لخبطة الطرح. بس كده دي كانت الفكرة التانية. والفكرة التالتة بقى، هناخد طبعا الكوبايات التانية اللي احنا شلنا منها الجزء اللي من فوق، هاخد منها اتنين وهبتدي اساوي كده الجزء اللي من فوق، والتانية هاخد منها يعني جزء كده حوالي 0.5 سنتي من الكوباية التانية، وهبتدي اثبتها في الكوباية دي. بس قبل ما اثبتها، انا هستخدم هنا خيط صوف، او ممكن تستخدمي خيط المكرمية، اي خيط عندك مفيش مشكلة زيني بيه. هبتدي هنا استخدم الخيط الصوف ده، الوانه كلها متداخلة في بعضها، فانا حابة استخدمه في الفكرة دي. هبتدي كده الف على اليد بتاعت العلبة بالشكل ده، هلفها عادي وكل بين كل شوية يعني الفهم، وهبتدي اثبتها كده من جوه. دي هتبقى يد للعلبة، وهبتدي بقى استخدم باقي ده باقي الخيط. على فكرة هي الوان متداخلة في بعضها، وهبتدي اغلف بيه العلبة من بره كلها. همشي كده شوية بشوية، وهحط نقطة شمع بين كل شوية الف الخيط على العلبة عشان يثبت معايا وما يتفكش. استخدمي اي حاجة انت عايزاها، ممكن تستخدمي الفوم، استخدمي اي حاجة متاحة بالنسبة لك وتكون سهلة. طبعا العلبة التانية هبتدي اشيل منها كده جزء صغير منها، وهبتدي اقص كده من على الطرف شرط بسيطة، هلمها على بعضها وهبتدي ادخلها جوه العلبة اللي احنا غلفناها دي. هثبتها كده بس كده من الجنب بسيط بالشمع، ناخد بالنا عشان لو العلب خفيفة الشمع هيسيح معانا. هستخدم بقى الورد اللي هو الصغير ده، ده الكيس منه بيبقى رخيص مش غالي. ممكن تعملي انت ورد بالفوم وتستخدمي في الفكرة ديت. عملنا مع بعض برضو اكتر من طريقة للورد، هو معمول من الفوم، طريقته سهلة مش صعبة، وهتلاقي على القناة اكتر من فكرة تعملي بيها ورد زي كده. هبتدي اثبتهم كده بالشكل ده، هستخدم اكتر من لون، وهحط كده وردة في نص العلبة. وهبتدي ازين كده بالاستراس برضو على الحرف بالشكل ده، يعني هندي بس نكسر الالوان بتاعة الصوف اللي احنا عاملينها. لو مش حابة تستخدمي الاستراس استخدمي اي حاجة، بس هو يعني احنا بنستخدم الحاجة اللي بتليق مع الشغل اللي احنا عاملينه. وعلى اليد برضو هنستخدم الاستراس، هيدي بس شكل حلو كده. فهبتدي احط صف واحد، يعني شغل بسيط مش كتير قوي، وبرضو الجزء اللي من تحت.
وطبعا هي شكلها كده فازة، شكلها جميل جدا، عملتيها بايدك، محدش هيصدق خالص ان هي معمولة من كوباية زبادي. كمان لو العلبة اكبر تدينا نفس الفازات اللي هي بتتباع ب10 و15 جنيه، انا بشوفها نفس الفكرة، هتبقى ديكور حلو جدا تستخدميه في المطبخ عندك او في اي ركن عندك في البيت، شكله جميل جدا. بس كده دول كانوا الثلاث افكار لاستغلال علب الزبادي النهاردة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين.